اهلا بكل متابعي اليوم السابع. النهارده يوم حافل بالامطار، امطار غزيره ضربت اغلب مراكز ومدن البحيره، خاصه سواحل البحيره ومدينه كفر الدوار ومدينه دمنهور. زي ما انتم شايفين حضراتكم، نحن الان في ميدان الاستاد بمدينه دمنهور. بطبيعه الحال الاجهزه التنفيذيه بالبحيره اتخذت عده اجراءات. محافظ البحيرة اللواء هشام أمنة وجه الأجهزة التنفيذية بسرعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومتابعة آثار الأمطار. محافظ البحيرة شدد على تصفية كل مياه الأمطار من الشوارع، وعمل بعض الإجراءات، منها استمرار انعقاد اللجنة المشكلة لمواجهة آثار الأمطار على مدار الساعة لمواجهة أي طارئ. غرفة العمليات بمحافظة البحيرة لم تذكر أو لم تسجل أي حالات أو أي حوادث لآثار الأمطار حتى الآن. الأمور مستقرة لحد ما، حركة المرور، هناك سيولة في مرورية واضحة. Bravo.